معظمهم كان قيد الاحتجاز في مراكز زوارة. لذا بفضل سفير ساحل العاج والمنظمة الدولية للهجرة استطعنا تنظيم 3 رحلات بين مطاري زوارة وميتيغا ليعود جميع هؤلاء الأشخاص إلى أبيدجان. بحسب سفيرنا في ليبيا تم إحصاء 595 شخصا، لم نستطع إعادة سوى 155 منهم، سنعيد آخرين الأربعاء في عملية أخرى تم التحضير لها. يتم شراؤك، يتم توقيفك هناك وتراهم يحددون سعرك كما لو أنك سلعة، يشترونك وتعمل كالخراف، كالعبيد.